طفى اسم رغد صدام حسين مجددا إلى السطح خلال الساعات الماضية على الرغم من غيابها عن المشهد الإعلامي منذ فترة طويلة. أما السبب فيعود إلى إصدار محكمة عراقية منذ أيام قليلة حكما بسجن ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بتهمة نشر أفكار حزب البعث المنحل في العراق، فيما كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد الحكم غيابيا على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة 7 سنوات وفقا لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016. ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً لكل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. وذكرت الوثيقة أن الحكم صدر عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات عام 2021. وفيما لم تحدد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة، فإن رغد صدام حسين قالت في مقابلة مع قناة العربية عام 2021 ردا على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها: أسمع من الكثير من الناس أنه نعم، وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز بتقدير عال، لا أحد يقدر أن يسيء إليهم. مضيفة: بشكل عام طبعا البلد كان بلدا مستقرا وثريا. وبحسب الوثيقة التي صدرت عن المحكمة فقد صدر كذلك أمر قبض فوري بحق رغد صدام حسين التي تقيم وشقيقتها رنا وأولادهما في العاصمة الأردنية عمان منذ شهر يوليو تموز عام 2003 بعد أشهر من سقوط نظام والدهما ومقتل شقيقيهما عدي وقصي على يد الجيش الأمريكي. فهل برأيك تستطيع الحكومة العراقية الحالية أن تلقي القبض على رغد صدام حسين وإدخالها السجن؟ شاركنا رأيك في التعليقات.